وإلى التفاصيل، يلقي جلالة الملك عبد الله الثاني يوم غد خطابا خلال مشاركته في أعمال الدورة 52 لمؤتمر ميونخ للأمن، الذي يشارك فيه زعماء دول ووزراء دفاع ومسؤولون أمنيون. خطاب جلالته سيركز على مواقف الأردن من مختلف القضايا الراهنة والتحديات التي تواجه الشرق الأوسط، خاصة الأمنية منها وسبل التعامل معها وإيجاد حلول لها. وسيلتقي جلالته على هامش أعمال المؤتمر عددا من القيادات الدولية لبحث علاقات التعاون وآخر التطورات الإقليمية والدولية. هذا ويبحث مؤتمر ميونخ في دورته الجديدة عددا من القضايا الأمنية العالمية، وفي مقدمتها الصراع في سوريا وتداعيات أزمة اللجوء السوري على دول الجوار وأوروبا والعالم. كما ستركز أعمال المؤتمر على قضيتين، هما كيفية منع اندلاع النزاعات الدولية وإعادة النظر في آليات إدارة شؤون الأمن في العالم. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أن الحدود الشمالية للمملكة آمنة بجهود الجيش العربي القادر على حماية الأردن من أي أخطار. جاء ذلك خلال استقبال جلالته شيوخ ووجهاء محافظة المفرق في الديوان الملكي الهاشمي يوم أمس. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني بوجهاء وشخصيات محافظة المفرق في الديوان الملكي الهاشمي بعث رسالة الطمأنينة إلى أهالي المفرق والأردنيين حيال ما تشهده الحدود الأردنية الشمالية، وأكد الثقة بمنتسبي الجيش العربي. بدي أطمن الجميع بالنسبة لدور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ما في أي خوف، كل الثقة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالنسبة لحماية شمال الأردن. الحديث الملكي تناول النشاط السياسي الأردني في مؤتمر لندن وآثاره الاقتصادية المنشودة على المملكة. مؤتمر لندن بداية فتحنا أبواب لدعم للأردن، منها مساعدات، مجال نطور الاقتصاد الأردني، استثمارات بالأردن، ومجال نطور التجارة من الأردن لأوروبا وللخارج. توظيف السوريين وعلاقته وصلته بإتاحة الفرص للأردنيين كان محل تأكيد جلالة الملك بأن الأردنيين هم في المقام الأول والأولى. في حكي بالخارج أنه بدهم يوظفوا سوريين، لكن العالم بيعرفوا أنه إذا بدنا نوظف سوري بنفس الوقت لازم نوظف 5 أردنيين. بدنا نشتغل بجدية. بطلب من الحكومة انه نحن لازم ندرس شو المطلوب منا خلال هالشهور حتى فعلا نستفيد من الوضع الايجابي اللي بلندن حتى نجيب اكثر مساعدات للاردن. لقاء جلاله الملك باهالي المفرق الاكثر معاناه من اللجوء السوري وتداعياته. انتم بتعانوا من ضغط اللاجئين السوريين اكثر من اي محافظه بالمملكه. بعث رسالة الطمأنينة وأعلن فيه عن زيادة الفرص الاستثمارية وتوسعة مجالات الصناعة والتجارة والعمل بدعم من المجتمع الدولي ليتمكن الأردن من مواجهة التحديات الاقتصادية. يواصل الأردن دوره الإنساني تجاه اللاجئين السوريين على الرغم من العبء الذي يشكله هذا اللجوء على موارده الشحيحة أصلا، فقد استقبلت قوات حرس الحدود 65 لاجئا سوريا خلال الساعات 24 الماضية، وأقامت بتأمينهم إلى مراكز الإيواء والمخيمات المعدة لاستقبالهم. اللجوء السوري وحاجة الأردن إلى الدعم للوفاء بدوره الإنساني، في تقرير أحمد النعيمي. يجمع العالم بأسره على الدور الإنساني الذي يلعبه الأردن في إيواء واحتضان اللاجئين السوريين وحجم الأعباء التي تترتب عليه جراء ذلك، فقد استقبل الأردن ما يقارب 1.5 مليون لاجئ منذ بداية الأزمة السورية التي تقترب من عامها الخامس، ما شكل نحو ثلث عدد السكان. بالرغم من المناشدات الأممية والمؤتمرات الدولية التي عقدت حول العالم بخصوص موضوع اللجوء السوري والوعود التي قدمت لمساعدة الأردن ليتمكن من الوفاء بالتزاماته، ما حصل عليه الأردن لا يرقى إلى حجم الأعباء التي تحملها، حيث الوعود بتقديم مزيد من المساعدات جلها ما يزال رهن الوعود.
مسؤولون أمميون نبهوا إلى الآثار السلبية التي يعكسها هذا العدد الكبير من اللاجئين على أكثر من صعيد وأكثر من قطاع، وتحديدا قطاعي الصحة والتعليم. ولجهة استشعار ضرورة وأهمية دعم الأردن، أكد وزير الخارجية الكندي ستيفان ديون أن الأردن أمام نقطة تحول بسبب الأزمة السورية، وهناك حاجة ضرورية لتقديم المزيد من المساعدات الكندية كي يتمكن الأردن من مواجهة الضغوط الناتجة عن الحرب في سوريا. من جانبه قال نائب مساعد وزير الخارجية الكندي أن بلاده ستعمل على تقديم مزيد من المساعدات لتقليص الفجوة بين المساعدات الإنسانية على المدى القصير وبرامج التنمية على المدى الطويل بسبب امتداد الحرب السورية وتأثيراتها على دول الجوار. الحكومة الكندية ومن خلال مساهمتها في الحرب ضد عصابة داعش الإرهابية ستخصص 720 مليون دولار لتعزيز استيعاب الدول التي تحتضن اللاجئين وفقا لما نشرته وسائل الإعلام الكندية. الأزمة السورية المستمرة منذ 5 أعوام ستبقى تشكل نقطة ضغط على خاصرة الأردن ما لم يجد العالم نهاية لها. أنشأت الولايات المتحدة مركزا مؤقتا لإنجاز معاملات اللاجئين السوريين بالقرب من عمان كجزء من الجهود الرامية إلى توطين ما لا يقل عن 10,000 لاجئ سوري قبل 30 أيلول المقبل في الأراضي الأمريكية. السفارة الأمريكية وفي بيان صادر عنها دعت اللاجئين المرشحين المحتملين للحضور إلى المركز للعمل على إعادة توطينهم، وعبرت السفارة عن شكرها للأردن الذي سهل عملية إنشاء المركز مثمنة عاليا استضافته للاجئين السوريين. أصدر النائب العام في عمان القاضي زياد لضمور بيانا حول ما تناقلته وسائل الإعلام عن صدور قرارين من محكمة جزاء عمان يتضمنان رفض تسليم مواطنين أردنيين إلى السلطات الفرنسية لعدم توافر شروط التسليم وفقا لأحكام اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين. وأوضح النائب العام في البيان الذي وصل إلى رؤية نسخة منه، أوضح أن هذين القرارين صادران عن محكمة الدرجة الأولى وهما غير قطعيين، حيث أنهما قابلان للطعن استئنافا وتمييزا. وتابع أنه ولعدم ارتضاء النيابة العامة بهذين الحكمين دائرة النائب العام في عمان وبما لها من صلاحية قانونية بادرت بالطعن استئنافا بهذين القرارين لدى محكمة استئناف عمان، وما زالت القضيتان قيد النظر. أغلقت الأجهزة الأمنية في محافظة العقبة مقر حزب جبهة العمل الإسلامي. الحزب وفي بيان له وصف هذا القرار بالتعسفي وأنه لا يستند إلى صحيح القانون، مؤكدا أنه حزب وطني أردني مرخص وفقا لقانون الأحزاب ولا يتبع لأي جهة كانت، وأن له صفة اعتبارية يحميها الدستور والقانون. احنا راح نتواصل مع الجهات المسؤوله من رئيس الوزراء الى وزير الداخليه الى وزير التنميه السياسيه وغيرها من الجهات المعنيه بهذا الشان، لكن الحقيقه لا يمكن ان نقبل ان نستمر بعمل حزبي في ظل تعدي على القانون وفي ظل تجاوز السلطه التنفيذيه على القانون. اجتماع هو الأول من نوعه يعقد مساء اليوم بين وزراء دفاع التحالف الدولي ضد عصابة داعش الإرهابية برئاسة وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر في مقر الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل. الاجتماع الذي يشارك فيه 49 دولة سيناقش الخطة الأمريكية للحملة العسكرية ضد داعش التي وافق عليها الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وسيطلب كارتر من شركاء الولايات المتحدة في الحرب على داعش إيجاد طرق لزيادة أو توسيع مساهماتهم إما على الصعيد العسكري أو بطرق أخرى كالمساهمات المالية واللوجستية. وأكد كارتر أن واشنطن عازمة على تسريع الحرب واستعادة المدن التي سيطر عليها داعش في سوريا والعراق في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى وضع خطة متكاملة لاستعادة مدينتي الموصل العراقية والرقة السورية. وعقب اجتماع وزراء دفاع دول الحلف شمال الأطلسي في بروكسل، أعلن أمين عام الناتو يانس ستولتنبرغ عن إرسال طائرات إنذار مبكر أواكس إلى سوريا للمساعدة في محاربة عصابة داعش الإرهابية وتشديد الرقابة عند الحدود السورية التركية. مخرجات اجتماع الناتو في تقرير حافظ أبو صبرة.
وافق وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي الناتو على تعزيز وجود الحلف على طول حدوده الشرقية، واعتبر الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ أن الموافقة على تعزيز وجود الناتو شرقا يستهدف ردع العدوان الروسي، ويبعث برسالة واضحة مفادها أن الحلف سيرد على أي اعتداء ضد أي حليف. ووجه ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي في بروكسل عقب اجتماع لوزراء الدفاع بالحلف انتقادات لروسيا، وحملها مسؤولية المساس بالتوازن الاستراتيجي في المنطقة وضرب الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي في سوريا، وطالبها بتخفيف التصعيد. الأمين العام للحلف قال أيضا إن ما تقوم به روسيا يتطلب ردا من الناتو دون أن يوضح طبيعة هذا الرد. وسيكمل قرار الناتو بتعزيز تواجده شرقا الجهود التي تبذل منذ 18 شهرا لتمتين قدرتي الرد والردع لدى قوات الحلف، ردا على ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في أذار 2014 وهجوم الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا. وفي هذا السياق ستعزز قوات متعددة الجنسية إجراءات سبق أن اتخذت لطمأنة الدول الحليفة في شرق أوروبا منذ ربيع 2014 على غرار إقامة مراكز لوجستية ونشر معدات وإرسال مقاتلات إلى دول البلطيق أو نشر مزيد من البوارج في البحر الأسود، وفق ما أوضح ستولتنبرغ. وستضاعف الولايات المتحدة النفقات الهادفة إلى تعزيز الوجود الأمريكي في أوروبا 4 مرات، أي حتى سقف 3 مليارات و400 مليون دولار، وذلك عبر نشر معدات قتالية ثقيلة تلائم فرقة أمريكية من 15,000 إلى 20,000 عنصر. وإضافة إلى ذلك سينشر الحلف ما بين 3,200 إلى 4,000 جندي في دول شرق أوروبا لعمليات تمرين وتدريب. موسكو تحذر على الدوام من الانتشار الدائم لقوات مقاتلة للحلف عند حدودها، وتعتبر ذلك منافيا للاتفاقية التي وقعت بين الحلف وروسيا عام 97. لكن ستولتنبرغ قال بأن العالم لم يعد يعيش في زمن الحرب الباردة حين كان مئات آلاف الجنود محتشدين وجها لوجه على الحدود. شيع أبناء مخيم العروب شمال مدينة الخليل المحتلة الشهيد الطفل عمر جوابري 15 عاما إلى مثواه الأخير بعد أن ارتقى شهيدا برصاصة أصابته في صدره خلال المواجهات التي اندلعت مساء أمس مع قوات الاحتلال. المزيد في تقرير نبال فرسخ. حبيب قلبي يما طلبت هنولتها يما طلبت هنولتها يما. يا مهجة قلبي، لماذا رحلت على غير عادتك دون أن تلعب وتمازح زملائك في الصف؟ هكذا بكت والدة الشهيد عمر جوابره ابنها الذي استشهد بالأمس عقب عودته من المدرسة خلال مشاركته في مواجهات اندلعت قرب مخيمه العروب شمال الخليل، لتغيب سنوات عمره 15 التي أصيب خلالها مرتين برصاص الاحتلال. فجأة وأنا قاعد ما بعت لهم بصر يصرخوا الناس يقولوا في إصابة، والإصابة خطيرة اللي يمكن واحد اللي استشهد. قلت إذا استشهد عمر ابني بدون ما أشوفه بدون ما حدا يقول لي، شوف في التلفزيون يقول لي يما طلع هاي علاش بدنا نتأسف يما طلع لي وشو بيسوي في بناتنا، ومعدله في 90 وهو في 10، وبقينا نخطط إنه لو بنشحد الملح نعلمه، وأخوته قالوا مستعدين نلحق ونعلمه لأنه ذكي. قال أنا بجيب شهادة أعلى يما لما استشهد يما، أقول له مشان الله يما لا تحصرني، يقول لي الخطيب رقبتك يما صيحت علي. عمر محبوب العائلة وأملها، فهو الطفل المجتهد، الكل كان يعلق آمالا عليه بأن يدرس الطب، ولكن اندلاع انتفاضة القدس أثر فيه كثيرا فقرر أن يلتحم مع شعبه في التصدي لعدوه. كان لما يشوف على التلفزيون خواته اللي بتكتلوا واخوته اللي بتحبسوا وبتكتلوا بروحوا شهداء كان دمه فور، اكثر من مره بقى يطلع يراجم اقول له يا حبيبي ادخل الدار ضلكش تراجم. هو كان ناوي الشهاده وبقى يمزح معي اكثر من مره يمزحني ويقول لي انا شهيد، اقول له لا ان شاء الله انا ولا انت، يقول لي لا انا شهيد وقبلك ان شاء الله راح اسبقك. الحمد لله سبقني. يد عمر ان يكون كامل الاوصاف، مجتهدا في دراسته ملتزما في صلاته، ويتنقل بين ساحات اللعب مع أصدقائه وميادين المواجهات مع المحتل.
كنا نتلاقى في الشارع نلعب فوتبول نلعب جيش عرب نلعب كل إشي، ووقت المراجعة وقت ما يسمع قنبلة أو إشي بقولنا هاي نرايح بروح بيصلي وبروح على المراجعة على المواجهات. رحل عمر ببراءة طفولته التي قتلها المحتل قبل أن تكبر بعد. رحل عمر قبل أن يحقق حلمه بأن يصبح طبيبا لينضم إلى 36 طفلا استشهدوا منذ بداية انتفاضة القدس. قد ينجح المحتل في قتل أطفال فلسطين ولكنه لا يعلم أنه أمام مواجهة قاسية مع جيل جديد ولد من رحم المعاناة لا يعرف الخوف في سبيل أن يرى وطنه حرا. من مخيم العروب شمال الخليل المحتلة لبال فرصخ رؤيا. من المقرر أن يعقد اليوم اجتماع أمني عالي المستوى بين وفد فلسطيني أمني وآخر إسرائيلي، حيث سينقل الوفد الفلسطيني رسالة من الرئيس محمود عباس إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تفيد بأن الفلسطينيين لن يستمروا باحترام الاتفاقيات مع إسرائيل طالما لم تقم إسرائيل باحترام هذه الاتفاقيات وتحديدا التنسيق الأمني. مزيد من التفاصيل في تقرير زينة صندوقة. على بلاطة الشارع الفلسطيني قالها بصراحة أنه في عالم والسلطة الفلسطينية في عالم آخر، فبالوقت الذي يعاني فيه المواطن الفلسطيني من احتلال ينكل به يوميا ويعدمه ميدانيا وينهب أرضه وأقصاه، تستمر القيادة الفلسطينية بعقد لقاءات مع الجانب الإسرائيلي وآخرها لقاء أمني رفيع المستوى سيعقد في القدس الأسبوع الجاري. اليوم ما صار اتفاقية أوسلو حتى اليوم ولا أي إنجاز حقيقي للشعب الفلسطيني. الاستيطان زاد، نهب الأرض، القتل، التدمير، شو اللي ظل لنا؟ ما ظل شيء اللي نفاوض عليه. اللقاءات الحالية في وقتنا الراهن هي من أجل تهدئة الأوضاع، من أجل الحفاظ على أمن الكيان الصهيوني، ليست لصالح الشعب الفلسطيني، من أجل دعم الكراسي والمناصب والمصالح الشخصية والمادية للقيادة الفلسطينية. التنسيق وضع من أجل أنه يسهل حاجات الشعب اللي هو في الإطار للتصاريح والعمل والأمور هاي. بطل تنسيق صار تطور لخيانة. إسرائيل ماسكة كل شيء تقريبا، ماسكة عندك نظام البنوك، ماسكة الضرائب، ماسكة المي، الكهرباء، يعني أقل ما فيها إذا السلطة بدها تعمل إشي رح تقطع يعني كاسة الزر تبعت الكهرباء. طب أنا أول إشي يعني إنه مش اسمه تنسيق أمني، لما حرقوا عائلة الدوابشة إجوا سلمونا المستوطنين، مش تنسيق إنه تنسيق لغويا، إشي متبادل، عماله هاد خضوع أمني مش تنسيق أمني. لما بيكون من موقف ضعيف التنسيق بيكون لصالح الطرف الآخر، بكان لصالح إسرائيل، ما هو جرب واللي بجرب بمجرب عقله مخرم، ضعفنا إحنا جرأ الاحتلال علينا. في موقف حرج، هكذا وصف المحلل السياسي نشأة الأقطش وضع السلطة الفلسطينية التي باتت بلا أوراق وليس لديها أي حلول كونها وضعت في ظروف تابعة وضعيفة حسب تعبيره. إسرائيل واضحة هي لا تريد أي شيء من الفلسطينيين إلا شغلتين، ضبط الأمن وتحمل أعباء السكان. على السلطة أن تتخذ موقف، هل هي تقبل بأن تكون ضامنة للأمن الإسرائيلي وتتحمل أعباء السكان، يعني بلدية بعبارة أخرى، يعني هذه السلطة تقوم بأعباء بلدية. من ينظر إلى حال السلطة الفلسطينية من خارج الصندوق يرى أن أمور الشارع الفلسطيني الذي لبى نداء الوطن وهب لنصرة الأقصى خرجت عن سيطرتها. من جهة ثانية تؤكد لها إسرائيل وأرض الواقع هي الدليل أن ليس للسلطة أي وجود أمني في كل الضفة الغربية، لذا ما تفكر به السلطة الآن وبالنسبة لها أن من مصلحة السلطة أن تبقى سلطة. من رام الله المحتلة، زينة صندوقة، رؤية. بدأت اليوم في منطقة البحر الميت عمل ملتقى الإعلام والانتخابات الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين بالتعاون مع شبكة الإعلام المجتمعي، ويناقش الملتقى على مدار يومين المعايير والأسس الدولية لدور الإعلام في الانتخابات. المزيد مع حمزة الشوابكي. الإعلام والانتخاب وجهان لعملة واحدة ألا وهي الديمقراطية، فلما كان الانتخاب ممارسة ديمقراطية كان الإعلام ناقلاً وناقداً لذات الممارسة. في المسافة الواقعة بين حرية الإعلام والتمثيل النيابي الصحيح اجتمع عدد من الخبراء ليؤكدوا أن الإعلام لا يصنع الحدث الانتخابي وإنما هو ناقل له، وأنه مراقب لما يجري داخل غرف الاقتراع ومعني ببث الصورة السليمة للجو السياسي. الإعلام يقدم التوعية للناس، يقدم الصورة الإيجابية لموضوع القانون، بمعنى يعرف الناس بالقانون، يعرف الناس بالتعليمات،
يعرف الناس أيضا بأسس الاختيار للمرشحين. المؤتمرون هنا أيضا لوحوا بأوراق عديدة موضوعة على طاولة الإنجاز، ولعل من أبرزها الورقة الدستورية المستقلة الممثلة بالهيئة المستقلة للانتخاب، فقد وصفوها بالإنجاز الإيجابي، خاصة بما يتعلق باستراتيجية تعاملها مع الإعلام المبنية وفقا لممثلي الهيئة على الحقائق. ما نطلبه من الإعلام هو التفهم، دائما التفهم بأنه موقف الهيئة هو موقف حيادي، ليس من مصلحتنا أن نغير في الحقائق على الأرض، المعلومة التي نقدمها للإعلام هي المعلومة الصحيحة. نصف المجتمع، الكوتا، المقعد النسائي، دعم المرشحات، تشجيع الناخبات، تعددت المسميات والقضية واحدة تتلخص بتهميش الجنس اللطيف، تهمة وجهها المؤتمرون للحكومة والمؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية، خاصة أن المرأة ما تزال تعاني من قلة مقاعدها في شتى المجالات. هناك فجوة، ردم هذه الفجوة أعتقد ممكن أن يصبح ممكنا إذا الإعلام بذل جهود يعني جدية من أجل تشجيع النساء على خوض الانتخابات ناخبة ومرشحة في هذا المجال. مؤتمرون آخرون وجدوا من الدعاية الانتخابية عنوانا لمشاركتهم، فقد سلكوا جميعا طريق البدء بسن قانون يتيح للمرشحين الترويج لحملاتهم الانتخابية، لكن بضوابط محددة في ظل وجود تعدد لوسائل الإعلام الخاصة والرسمية. يجب على قانون الانتخاب أن يعالج هذه المسألة من خلال أن يسمح للقوائم بأن تصل إلى وسائل الإعلام الرسمية جميعا ضمن مواقيت متحددة متوازنة ومتساوية للجميع، وأيضا للإعلام الخاص خصوصا وسائل الإعلام المتلفزة المرئية والمسموعة. رغم كل الطروحات والتوصيات التي وردت في اليوم الأول من هذا اللقاء، إلا أن السؤال يبقى يدق باب الصحفي، يتمثل بالضمانات الحكومية بحرية التغطية الصحفية للعملية الانتخابية وتطبيقها على أرض الواقع. حمز الشوابكي، رؤيا. اطلعت سمو الأميرة بسمة بن طلال على المبادرات الشبابية والنسوية التي يقدمها مركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية في محافظة معان، حيث أشادت سموها خلال جلسة حوارية مع أبناء المجتمع المحلي بدور أهل معان في دعم مسيرة الأردن عبر التاريخ ومنذ انطلاق الثورة العربية الكبرى. المزيد في تقرير محمد دويرج. أدارت سمو الأميرة بسمة بن طلال لقاء حواريا مع المجتمع المحلي والمسؤولين من محافظة معان ضمن زيارتها للمدينة اليوم، تخلله حديث عن عدد من المبادرات التي ينفذها مركز الأميرة بسمة لتنمية البشرية ومتطوعه. كلنا مجتمعين علينا مسؤوليات، وكلنا بالفعل قدها وقدود، والله يحمي الأردن ويحمي الشعب الأردني ويحمي جلالة سيدنا وكل اللي قائمين فعلا من شعب، من مسؤول، من فئات وقطاعات على المشاركة والمساهمة والسهر ليل ونهار من أجل رفعة الأردن وتقدمه. فبحييكم مرة تانية بكل المحبة، وكان شرف كتير كبير اليوم وإني ألتقي مع أهلي في هذه المحافظة، وبحييهم جميعا بكل محبتي. تلا النقاش جولة قامت بها سموها على مرافق المركز، واطلعت على المشاريع المختلفة التي يتم تنفيذها حاليا من قبل المركز وبعض المؤسسات الداعمة. تشرفنا اليوم بزيارة سمو الأميرة بسمة المعظمة لمحافظة معان، حيث تناولت الزيارة أكثر من موضوع، تم فيها ذكر المبادرات الشبابية من ضمنها مبادرة أفلامي، مبادرة إنقاذ، مبادرة أعطونا فرصة، بحيث كانت شاملة لكل المراكز في محافظة معان. هذه الزيارة تم الاطلاع على المبادرات الشبابية والمبادرات النسوية، وقامت سموها بتوزيع المنح على 21 طالب، منح دراسية كاملة على مدة 4 سنوات، كما كانت توزيع دعم للجمعيات الخيرية الموجودة فيها. وسموها طبعا كانت هي التي تدير اللقاء، وكانوا أهل معان سرورين وفرحين بهذه المناسبة الطيبة اللي كانوا فعلا بنتظروا هذه المناسبة وهذه الزيارة لمدينة معان. اطلعت سموها في ختام الزيارة على المبادرات التي تنفذها اللجان الشبابية التابعة لمراكز الأميرة بسمة في المحافظة بشكل عام. يواجه طلبة جامعة اليرموك في محافظة إربد مطلع كل فصل دراسي مشاكل عدة، محملين إدارة الجامعة المسؤولية، فيما ترى الجامعة أن المشاكل
يصنعها الطلبة. التقرير التالي يسلط الضوء على أبرز مشاكل الطلبة. التسجيل ومصاعبه لازمة فصلية عهدها الطلبة وأخذوا يستعدون لها قبل موعدها بأيام. شعب مغلقة تعذر إكمال جدول الطالب، تعارض أوقات المحاضرات، شعب مغلقة وتدني أعداد الشعب للمساق الواحد، هذه أبرز مشاكل الطلبة مع التسجيل، والباقي يبقى تفاصيل. لقيت صعوبة كثير بالتسجيل، خصوصا أنه أنا كوني خريجة والأولوية إلي، بس اضطريت بيوم التسجيل وبيوم السحب أراجع أكثر من جهة حتى يسجلوا لي المادة اللي توقف تخرجي عليها. دفع الرسوم وجع رأس إضافي يواجه الطلبة كل بداية فصل. صحيح أن بإمكان الطالب دفع الرسوم في بنوك بعينها، وأن الجامعة تمنح الطلبة وقتا كافيا لدفعها، غير أن طابور دفع الرسوم بات مشهد دائم كل فصل. واحد إنه أحيانا بيضطر إنه يطلع بكير ويسهر عشان يجي يدفع بكير ويلحق دور. بفضل إنه يلاقوا لرأسة الجامعة يعني بعض الحلول إنه للطلاب، إنه توسيع هاي الأشياء أو مجال مثلا إنه يمددوا الفترة أو يخلوها مثلا يعطوا شاشات أكبر عشان الطلاب يفتحوا لهذه الأشياء. إدارة القبور والتسجيل في الجامعة حملت الطلبة مسؤولية تكرار مشاكل التسجيل ودفع الرسوم، فالجامعة تمنح وقتا كافيا لدفعها. أما بخصوص التسجيل فإن الطالب قادر على التسجيل عبر الإنترنت، لكن عددا من الطلبة يفضلون أساتذة بعينهم. الأزمة اللي بتصير في جامعة نوك في الدائرة المالية سببها أنه الطلبة لا يقومون بالدفع في الوقت المحدد للدفع، في فترة بين فترة التسجيل وبين السحب الإضافة، هاي الفترة تقريبا شهر. أما بالنسبة للتسجيل، التسجيل صحيح الطالب يستطيع التسجيل في أي مكان يراه مناسبا، من خلال التلفون، من خارج الأردن، من داخل الأردن، ولا مشكلة في التسجيل. في سياق متصل، ظل الطلبة الجدد الذين يلتحقون بالجامعة في الفصل الثاني يواجهون مشكلة قطع طلبة الجامعة جزءا غير يسير من المنهج، ما دفع الجامعة لفتح شعب خاصة بهم. طلبة اللي راح يلتحقونا أو يلتحقوا فينا خلال الأسبوع القادم من وزارة التعليم العالي من مكتب التنسيق الموحد، نحن قمنا بحجز شعب خاصة لهؤلاء الطلبة ولن يتم التأثير عليهم، وسيتم إعطاهم كامل المادة وشعبهم موجودة. طلبة جامعة اليرموك عادوا إلى جامعاتهم في الفصل الدراسي الثاني، لكن يبدو أن العودة كما كل بداية فصل ليس أحمد، فهل لا تسمع إدارة الجامعة الصوت وتقلع المشكلة من جذورها؟ بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك الرابع والخمسين ومئوية الثورة العربية الكبرى، أقام الحزب العربي الأردني في العاصمة عمان احتفالا جماهيريا حضره جمع من الشخصيات الوطنية وكبار ووجهاء العشائر الأردنية. رئيس الحزب العربي الأردني رأفت الرواجدي هنأ في كلمته جلالة الملك عبد الله الثاني بعيده الرابع والخمسين، مشيدا بالجهود التي يبذلها جلالته وبواسل الأردن في سبيل تحقيق العيش الكريم لأبناء الوطن. هذه أول احتفالات الحزب العربي الأردني بسنة 2016، ونتمنى أن تكون الأفراح تعم الوطن كله بالأفراح والأعياد والأعياد الرسمية إن شاء الله. ونقول باسمي وباسم إخواني بالحزب العربي الأردني كل عام والمليكنا المفدى بألف خير، والأسرة الهاشمية بألف خير، والوطن وأبناء هذا الوطن بألف خير. ونتابع النشرة من محافظة إربد، حيث اندلعت مساء يوم أمس مشاجرة واسعة في بلدة الصريح في إربد بين عشرات الأشخاص من تجمعين عشائريين، نجم عنها حرق منزل ومركبتين وفقا لمصدر أمني. وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية وقوات الدرك تدخلت وقامت بفض المشاجرة، حيث تم إلقاء القبض على عدد من الأشخاص المشتبه بتورطهم في المشاجرة التي استخدمت فيها الحجارة والعصي، وما زال التحقيق جاريا للوقوف على التفاصيل. مصاعب كثيرة يعاني منها صيادو قطاع غزة جراء إجراءات الاحتلال واعتداءاته المتكررة عليهم وفرضه حصارا خانقا على القطاع منذ 8 أعوام. هذه المعاناة يلخصها تقرير حافظ أبو صبرة. صيادو الأسماك في قطاع غزة جنوبي الساحل الفلسطيني يعانون مصاعب كثيرة بسبب محدودية المناطق التي يسمح لهم فيها بعملية الصيد، إضافة إلى اعتداءات الاحتلال المتكررة ضدهم في البحر.
يعاني الصيادون من قلة المناطق التي يسمح لهم الصيد فيها، حيث لا تتعدى المساحة المسموح الصيد بها من 3 إلى 6 أميال بحرية فقط وفق ما حددها لهما الاحتلال، وتسبب ذلك في تصاعد سلسلة المعاناة التي تزيد من الأعباء على الصيادين. احنا بنتصيد في حجم كله خدها عندك من الميناء الحد الشمالي اللي هو اللي عند السودانية، مسافة بتجيش 3 كيلو، فبنتعرض لايش؟ لأهانات كتيرة ولا مطخ ولا ايش ولا اخذ غزل نتيجة الطيارات اللي هو الطيارات الربانية اللي تحت المية. هذا ايش بتصير؟ اليهود بقول انت خاشش حدود السردين قبل ما اخذ السنة، ايه قلنا ان شاء الله تيجي منيحة، هاي فش يعني صادوا يوم منها وبعديها ما شافوهاش الصيادين. ليش؟ عشان مساحة قليلة، لو في مساحة بعيدة وهذاك بيصيدوا منها. ويتفنن الاحتلال في تعذيب الصيادين في عرض بحر غزة من خلال الاعتقال أو إطلاق النار عليهم ومصادرة معداتهم، حيث أصبح الصياد الفلسطيني الذي يذهب لتحصيل لقمة عيشه في مساحة ضيقة من البحر أصبح يتعرض لشتى أنواع الانتهاكات. وقد حولت إجراءات الاحتلال الصيادين في غزة إلى متسولين بسبب سلب معداتهم واعتقالهم وإرجاعهم في ذات اليوم. إسرائيل تمارس كل أشكال القتل والعربدة والهيمنة بحق الصيادين، تمنع الصيادين من الوصول الآمن إلى أماكن الرزق، تقيد وصولهم بمناطق ضحلة، مناطق رملية لا يستطيع الصياد العمل فيها. كل هذه الممارسات على مرأى ومسمع من العالم. إجراءات الاحتلال أدت إلى ارتفاع سعر السمك في السوق الغزي مع عزوف المواطنين عن شرائه نتيجة الأوضاع المادية السيئة والبطالة التي يعاني منها المواطنون في القطاع.